السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة الصف الخامس الابتدائي، النهاردة يا ولاد معانا فيديو جديد خاص بيكم. النهاردة ان شاء الله يا ولاد هناخد 2 paragraphs، باراجرافين للوحدة التانية يونت 2. الباراجراف الاول هيكون بعنوان sports equipment، المعدات الرياضية، والباراجراف التاني هيبقى بعنوان sports in Egypt، الرياضات في مصر. هنبدأ يا ولاد بالباراجراف الاول بطريقة سهلة جدا جدا زي ان شاء الله ما تعودتوا معايا، بحيث ان شاء الله لو جالنا باراجراف في الامتحان يبقى احنا ضامنين سؤال الباراجراف. هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدا بالباراجراف الاول اللي هو بعنوان sports equipment، المعدات الرياضيه. هنا يا اولاد في الباراجراف ده احنا هنتكلم عن المعدات الخاصه بكل رياضه، يعني مثلا انتوا عارفين ان السباحه محتاجه نظاره السباحه، انتوا عارفين ان التنس محتاجه الراكتس المضارب بتاعه التنس ومحتاجه الكوره بتاعه التنس، انتوا عارفين ان كره القدم محتاجه البوتس اللي انت هتلبسه عشان تقدر تلعب بيه، السكواش محتاج الراكتس او المضارب، الكاراتيه محتاج البدله بتاعه الكاراتيه. يعني كل لعبه ليها الاكويبمنت او المعدات الخاصه بيها، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. لكن انا حبيت الاول ابدا بجمله كده افتتاحيه قبل ما اقول احنا عايزين كذا للعبه كذا، وعايزين كذا للعبه كذا، وعايزين كذا للعبه كذا. انا الاول قلت كده جمله افتتاحيه، فقلت ايه؟ each sport، each يا اولاد معناها كل، each sport كل رياضه has عندها its equipment معدتها. جملة سهلة جدا، each sport كل رياضة has عندها، وهنا قلت has لان sport مفرد، has عندها its equipment معدتها الخاصة بيها. وهبدأ بقى اتكلم على رياضة رياضة، بس في البداية برضو لازم اعرفك ان اول حرف في الجملة لازم يبقى capital، وفي اخر الجملة لازم احط full stop او نقطة، دي ثوابت عندك كده في كتابة الباراجراف. بالإضافة إن إحنا هنسيب مسافة قبل أول جملة بس، المسافة دي مش بتتساب في كل جملة، لا دي بتتساب مع أول جملة بس. بعد كده قلت إيه؟ to play football، to يا ولاد معناها لكي أو علشان، علشان تلعب كرة قدم to play football، وخلي بالك إن to بيجي وراها الفعل في المصدر. to play football علشان تلعب كرة قدم you need، أنت تحتاج، وتقول بقى الحاجة اللي إحنا محتاجينها في الرياضة دي. فقلت إيه؟ football boots اللي هو الحذاء بتاع كرة الايه؟ القدم. خلوا بالكم ان الصيغه دي انا هستخدمها في كل الجمل، اللي هي صيغه ايه يا مس؟ اللي هي to play كذا، علشان تلعب كذا you need، انت هتحتاج كذا وكذا، علشان تلعب كذا انت هتحتاج كذا وكذا، دي هتتكرر معانا في كل الجمل اللي جايه. فانا بدات اول حاجه بكره القدم، فقلت to play football علشان تلعب كره قدم you need football boots، انت هتحتاج ايه؟ الحذاء بتاع كره القدم. مش بس كده، you also need a football pitch، انت ايضا، كلمة also معناها ايضا، انت ايضا هتحتاج ايه؟ a football pitch اللي هو الملعب بتاع كرة القدم. you also، انت ايضا، need، تحتاج، a football pitch، ملعب كرة القدم. خلصنا من كرة القدم، تعالوا نخش على رياضة تانية، to play tennis، علشان تلعب تنس you need، انت هتحتاج ايه؟ tennis rackets، مضارب التنس، and a tennis ball، وكرة التنس. نقولها تاني يا ولاد، to play tennis، علشان تلعب تنس you need، انت تحتاج، هحتاج لإيه؟ tennis rackets، مضارب التنس، and a tennis ball، وكرة التنس. خلصنا من التنس، تعالوا نخش على رياضة السباحة، بس نخلي بالنا مش هينفع هنا اقول to play swimming، لا، swimming بيجي معاها فعل go، to go swimming علشان تذهب للسباحة you need، انت هتحتاج swimming goggles، نظارة السباحة. ممكن تقول and و the swimming pool، حمام السباحة. نقول تاني الجملة دي، to go swimming علشان تذهب للسباحة you need، انت هتحتاج swimming goggles، نظارة السباحة. واخر لعبة ختمت بيها هي لعبة الكاراتي، الكاراتيه، فقلت to do karate، خلي بالنا برضو مع لعبة الكاراتيه بالذات بنستخدم فعل do، ولا ينفع اقول play ولا ينفع اقول go، فهقول do. to do karate علشان تلعب لعبة الكاراتيه you need، انت هتحتاج a karate suit، لبدلة الايه؟ الكاراتيه. باراجراف سهل جدا جدا، تأول جملة يا ولاد ان كل رياضة او كل لعبة وليها المعدات الخاصة بيها. وبعد كده اتكلمت على رياضة رياضة، اللي ثابت معاك في كل الجمل to play كذا علشان تلعب كذا
you need انت هتحتاج كذا وكذا. كان اول باراجراف معايا. الباراجراف الثاني بيتكلم على sports in Egypt، الرياضات في مصر. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا رياضات كتيره في مصر، كره القدم، كره السله، كره التنس، الكاراتيه، السباحه، ورياضات تانية كتير. وده اللي انا قلته في اول جمله، there are، يوجد a lot of sports، العديد من الرياضات in Egypt، في مصر. there are يا ولاد بيجي وراها اسم جمع اللي هو كلمة sports، رياضات، يبقى there are، يوجد a lot of sports، الكثير من الرياضات in Egypt، في مصر. بعد كده بدأت أتكلم عن أنواع الرياضات من خلال عيلتي. يعني إيه تيتشر؟ هتعملي إيه؟ مش فاهم. يعني بدأت أقولك مثلا أنا كمان بحب لعبة كذا، أخويا بيحب لعبة كذا، أختي بتحب لعبة كذا. يبقى أنا عرضت لك الرياضات الموجودة في مصر من خلال عيلتي، أنا وعيلتي إحنا بنحب إيه وبنكره إيه. فهمت أنا هعمل إيه؟ فقلت ايه؟ I like playing football. انا كده قلت لك من غير ما تشعر اول رياضة موجودة عندنا في مصر اللي هي رياضة كرة القدم. I like، انا بحب، playing، لعب football، كرة القدم. نخلي بالنا ان like بيجي وراها verb متضاف له ing، ما ينفعش اقول like play، غلط. like playing، انا بحب لعب كرة القدم. I am good at it، انا جيد فيها. هنا استخدمت الجرامر اللي خدته في الوحدة، good at، جيد فيه. I am good at it، انا جيد فيها. وناخد رياضة كمان اللي هي رياضة السكواش. فقلت ايه؟ I also like squash، انا ايضا بحب السكواش. يعني انا كده بحب رياضتين، كرة القدم وكمان السكواش. I also، انا ايضا، like squash، بحب السكواش. I love watching squash matches on TV، I love، انا احب، watching، ما قلتش watch عشان فعل love، انا احب مشاهدة squash matches، مباريات السكواش on TV، على التلفزيون. وبعدين يا تيتشر هاتلنا رياضة كمان، حاضر عينيا الاثنين. فقلت my sister، اختي، is good at swimming، جيدة في السباحة. my sister is good at swimming، اختي جيدة في السباحة. واخيرا قلت my brother، اخويا، is good at karate، جيد في الكاراتيه. يبقى انا عرضت لك بعض من الالعاب الموجوده في مصر من خلال انا وعيلتي، احنا بنحب ايه، انا بقى او اخويا او اختي، او حتى انا ممكن اكون بحب رياضتين مش رياضه واحده. وطبعا في جمل كتير جدا جدا تقدر تقولها، بس انا حاولت على قد ما اقدر ابسط لك الجمل واختار لك جمل سهله ما فيهاش تعقيدات ولا مشاكل. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، فيديو قصير لكن مهم جدا جدا. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.